النصب باسم المشاهير، حلقة جديدة في مسلسل انتحال شخصية مشهورة وجمع التبرعات باسمها. ماذا حدث وكيف تمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهمين الذين جمعوا مبالغ طائلة؟ تفاصيل مفزعة تعرفوا عليها في نشرة الظهيرة، أهلا بكم. نبدأها بخبر يهم الباحثين عن تفاصيل الأوكازيون الشتوي وموعد بدايته. وزارة التموين تخبركم بأنه سيبدأ اعتباراً من 7 فبراير الجاري، ويستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعي. وشدد التموين على أن المحال المشتركة في الأوكازيون الالتزام بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترناً به بياناً عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به خلال الشهر السابق على التصفية. أما في صعيد مصر فأنباء عن بلاد الذهب على موعد مع حزمة من المشروعات في مدينة أسوان الجديدة، حيث تخصص الحكومة نحو 1.22 مليار جنيه لتنفيذها، والتي تشمل مشروعات خدمية وتنموية ستعود بالنفع على المواطنين في القريب العاجل، ومن بينها مشروع الشريط النهري غرب مدينة أسوان على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، ويوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 750 عاملاً وفنياً ومهندساً. انتهت بطولة كأس العالم لكرة اليد. نعم، غادر المنتخب المصري دور الثمانية، ولكن حصدت مصر التنظيم المميز للبطولة، حيث وجهت سفارة الدنمارك الشكر لمصر بعد تنظيمها المتميز للبطولة والتي توج بها المنتخب أمس. يوم تلو الآخر العالم به جديد بخصوص كورونا. فاليوم نصح أطباء وخبراء أمراض النساء في الهند بتجنب الحمل على مدار شهرين على الأقل بعد تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت في وقت سابق بعدم منح السيدات الحوامل لقاح كورونا، وعلل الخبراء تلك النصيحة بأن بعض اللقاحات تحتوي على فيروسات حية يمكن أن يتضرر بسببها الجنين. هذا الخبر لعشاق الفلك، أنتم على موعد مع 9 ظواهر فلكية مميزة خلال شهر فبراير، من بينها 5 اقترانات للكواكب تبدأ باقتران الزهرة وزحل في 6 فبراير، إلى جانب ظهور قمر الثلج في نهاية نفس الشهر. كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية أن من 20 فبراير وحتى نهاية الشهر يمكنكم رؤية كوكب المشترى مع كوكب زحل وعطارد في منظر ثلاثي قبل شروق الشمس بوقت قصير. عن الواقعة التي بدأنا به النشرة فإليكم تفاصيلها، حيث وقع في قبضة رجال الأمن أكبر تشكيل عصابي للنصب باسم التبرع لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب والاستيلاء على ملايين الأموال من المواطنين بحجة التبرع الإنساني للمؤسسة وإعطائهم إيصالات مزورة بالاستلام. تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين ومواجهتهم، أقروا بتكوين تشكيلا للتحايل على المواطنين بصفتهم موظفين تابعين للمؤسسة، وقررت المحكمة حجز جلسة 21 فبراير المقبل للحكم على التشكيل العصابي. رياضيا، تصدر النجم المصري محمد صلاح ترتيب هدفي الدوري الإنجليزي بعدما سجل 2 في فوز الريدز على مضيفه وستهام يونايتد ب3 أهداف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بينهما أمس. استعاد صلاح ذاكرة التهديف من جديد في الدوري الإنجليزي بعدما فشل في هز شباك مباريات ليفربول في المسابقة خلال آخر 6 مواجهات، وتحديداً منذ 16 ديسمبر الماضي، ليبتعد بصدارة ترتيب هدفي الدوري هذا الموسم بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفاً. نختتم نشرتنا بأسعار الذهب، حيث مع أول أيام شهر فبراير شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة 5 جنيهات بسوق الصاغة، حيث ارتفع الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر من 810 إلى 815 جنيهاً للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار الساعات القادمة في ظل تذبذب ملحوظ في البورصات العالمية. مع أسعار الذهب فسجل عيار 18 698 جنيها للجرام، فيما سجل عيار 21 815 جنيها للجرام. إلى هنا تنتهي نشرة الظهيرة، شكرا للمتابعة، تحياتي إلى اللقاء.